أنا ما كنت أعرف عن الزواج أي مطالب عن الزواج، قالوا لي بس بدنا نزوجك، كنت أبكي على أسرتي ومدرستي. في كل عام أكثر من 12 مليون فتاة تتزوج قبل إتمام 18. زواج القاصرات مشكلة عالمية، والعديد من الحملات ترفض هذا الزواج في جميع أنحاء العالم. في لبنان أطلقت منظمة كفا حملة جازة أو جنازة، وذلك لتعديل قانون الأحوال الشخصية لرفع سن الزواج. أما في مصر فقد أطلقت المؤسسة المصرية للحق في التنمية حملة البنت لسه صغيرة، إذ جرمت الزواج المبكر للفتيات وانتهاك الحق في الصحة والتعليم. وفي الأردن أيضاً أطلقت جمعية تضامن حملة مش قبل 18 لرفع سن الزواج. وبحسب تقرير اليونيسف بلغت نسبة زواج القاصرين قبل سن 15 1%، بينما بلغت 8% للعمر بين 15 و18. في مصر بلغت النسبة 2% للزواج قبل 15 و17 بين سن 15 و18. الأردن بلغت النسبة 8% للفئة العمرية بين 15 و18، ولم تسجل حالات زواج لعمر أقل من 15. And one day when I was 16 years old, I was told that in a few months I'm going to be married to a man 12 years older than me. في الولايات المتحدة نظمت جمعية Unchained at Last وقفة احتجاجية لزيادة الوعي حول زواج القاصرات، وارتدى المحتجون فساتين الأعراس. هذه الحملات تخلق اهتماماً إعلامياً بهذه القضية، إذ تتفاقم الأرقام سنوياً. إن حالة واحدة من حالات زواج القاصرات تعد مشكلة كبيرة، فكيف ب 12 مليون حالة في أرجاء العالم؟ الإعلام قوة، فلنستخدم قوتنا كإعلاميين لنكون صوت الفتيات التي لا صوت لهن.